يتوافدون يحضرون ويؤازرون أملا بأن يكون الريان كما يشتهون قويا ومنافسا. ومن ينافس جمهور العرب هم أنصار الرهيب، والكفة سجال بين الاثنين ولا سجال بين الريان والوكرة. فأهل الجنوب أكثر ثباتا وسيطرة على وسط الميدان، ولم يتركوا حرية المطلقة ليوهان بولي كي يفعل ما يريد. يوهان كان أسد الجولة الأولى بهدفين اثنين وبلمح العين، أما هنا فماكينته ما زالت باردة ولم تعمل. وإذا ما ذكرنا الوكرة فلن نعدو أهم اسم بالفريق، ألا والجزائري بن يطو، وهو يعطينا أجمل فرصة بالشوط الأول على الإطلاق. وإطلاقا لم تكن كرة الهدف الأول لأهل الجنوب ستمر من الحارس فهد يونس، لولا إن المدافع قد غير اتجاهه. الوكرة طالب بركلة جزاء، الفار قد ساعد بإلغائها، ومن ألغي من قائمة المسجلين على كثرة ما تحصل من الفرص هو المهاجم يوهان بول. والكرة إلى ركلة مرمى تحولت، تهيأت له في مكان لم يكن مضبوطا من أي لاعب. جاء الإعاز للوكرة بأن التراجع قد صار واجب، وأي واجب هجومي للريال لم يكن ناجحا سوى بعض الخطورة من الكرات الثابتة والمتباعدة. تصدى لها سعود الخاطر ودفاعه بكل جدار. الكرة ما زالت، لكن حارس المرمى في مرتين ينجح في أن يتصدى ويحرم الريان من العودة للقاء. ويبدو أن الريان قد صار اختصاص الدقائق الأخيرة والاحتفال بالتعادل. ففي لقاء أم صلال انتظر إلى 85 وهنا إلى 90 كي يتقاسم النقاط للمرة الثانية. الريان لا يسقط بسهولة، لا يخسر بسهولة، إرادتهم كبيرة وعزيمتهم أكبر، عادوا في الوقت بدل الضائع، الرغيب يعود.